السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار المحلية من قناة عدن، والبداية من محافظة أبين. دشن محافظ المحافظة اللواء أبو بكر حسين سالم بمركز الأمومة والطفولة في عاصمة المحافظة زنجبار الحملة الوطنية الطارئة لشلل الأطفال دون سن الخامسة التي تشمل كافة مديريات المحافظة. وخلال التدشين ألقى المحافظ سالم كلمة عبر فيها عن أهمية أخذ اللقاح والتفاعل الإيجابي مع حملات التحصين الطارئة، موجها كافة شرائح المجتمع والجهات ذات العلاقة والمواطنين بالدفع بأولادهم لأخذ اللقاح حفاظا على سلامتهم وتجنب إصابتهم بفيروس شلل الأطفال. من جانبه أشار وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع الطب العلاجي الدكتور حسين العوش إلى أن التحصين هو السبيل الوحيد المستخدم في جميع بلدان العالم لحماية الأطفال من خطر شلل الأطفال. وأكد مدير عام مكتب الصحة بأبين الدكتور صالح الثرم أن المستهدفين في الحملة من الأطفال دون الخامسة وعددهم 95,000 طفل. تطعيم ضد فيروس شلل الأطفال فترة من 25 إلى 27 فبراير، طبعا يعتبر تطعيم فيروس شلل الأطفال هو السبيل الوحيد لحماية الأطفال من مرض شلل الأطفال. أدعو الأخوان قيادة السلطات المحلية في المديريات بالتعاون وتقديم الدعم والإسناد للفرق المكلفة بتنفيذ التطعيم في مديرياتهم على مستوى المناطق وعلى مستوى القرى، وكذلك ادعو الآباء والأمهات بإيصال أطفالهم لإجراء عملية التحصين لكون هذا حماية لأولادهم ولأطفالهم من هذا المرض الخبيث المرض الخطير شلل الأطفال. نتمنى لهم التوفيق والنجاح، شاكرا الجهات الممولة لهذا العمل وكذلك الجهات المنفذة والجهات المشرفة من الأخوان في قيادة وزارة الصحة وكذلك مدير مكتب الصحة في المحافظة والمديريات وكذلك جميع العاملين في هذا الجانب، لهم التوفيق والنجاح على مهامهم. دشن محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن علي طاهر حملة الوطنية الطارئة للتحصين ضد شلل الأطفال دون سن الخامسة في عموم المناطق المحررة بالمحافظة، والهادفة إلى تحصين 40,000 طفل وطفلة. وخلال التدشين الذي حضره قائد المحور العميد زايد منصر، دعا المحافظ طاهر أولياء الأمور للدفع بأبنائهم إلى مراكز التحصين واستقبال فرق التطعيم الميدانية لتسهيل مهامها، مؤكدا على أهمية التحصين للأطفال للوقاية من مخاطر شلل الأطفال، ومشددا على ضرورة وصول الفرق الميدانية إلى كافة المنازل والأماكن المستهدفة. من جانبه أشار مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي بالمحافظة الدكتور يحيى زهير أن الحملة تستمر 3 أيام ويشارك فيها 119 فريق و27 مشرفا ميدانيا و6 مشرفين في المديريات. دشنا اليوم الحملة الوطنية ضد شلل للتطعيم ضد شلل الأطفال، والمستهدف منها تقريبا 40,000 طفل، ويقوم بالحملة 119 فريق ويشرف عليه 27 مشرفا. هذه الحملة إن شاء الله تعالى تتم على أحسن وجه، لأن محافظة الحديدة دائما في عملية التطعيم دائما تأخذ الأولى على مستوى المحافظات. دشن محافظ محافظة تعز نبيل شمسان ومعه وكيل المحافظة للشؤون الصحية الدكتورة إيلان عبد الحق ومدير عام مكتب الصحة بالمحافظة عبد الرحمن الصبري، دشنوا الحملة الوطنية الطارئة للتحصين ضد شلل الأطفال. التفاصيل في تقرير الزميلة نعائم خالد. أكد محافظ محافظة تعز نبيل شمسان إلى أهمية أخذ لقاح شلل الأطفال، لأنه لا يوجد علاج فعال لشلل الأطفال إلا التلقيح منذ الصغر. انطلق اليوم حملة التلقيح لشلل الأطفال في محافظة تعز بتغيرها من المحافظات اليمنية،
المحررة وتستهدف عملية اللقاح 336 ألف طفل. ندعو كافة الأسر، كافة الآباء والأمهات إلى الحرص على تلقيح أبنائهم في هذه الحملة، باعتبار أن هذا المرض هو مرض فيروسي خطير، والسبيل الوحيد للوقاية منه هو اللقاح. جاء ذلك خلال تدشين الحملة الوطنية الطارئة للتحصين ضد شلل الأطفال الجولة الأولى في مديريات تعز المحررة، والتي تطلقها وزارة الصحة والسكان في جميع محافظات الجمهورية ومن ضمنها تعز، والتي تأتي بدعم من منظمة اليونيسف والصحة العالمية. هذه الحملة الوطنية الهامة التي تستهدف جميع محافظات الجمهورية اليمنية في مناطق الشرعية، والتي يحاربها الحوثي في كل مناطقه، وما يؤدي إلى زيادة انتشار هذا الوباء. واليمن لديها الآن أكثر من 250 طفل مصاب بشلل الأطفال، وهذه انتكاسة كبيرة في الواقع الصحي عودة هذه الأوبئة، والسبب هو الفجوات التطعيمية التي تحدث بسبب نقص اللقاح الروتيني، وأيضا بسبب منع الحوثي لحملات الشلل، لحملات مكافحة الشلل. 1512 عامل ميداني ما بين متحرك وثابت لإنجاح الحملة في جولتها الأولى وتغطية المديريات وعزلها، ليصل اللقاح للأطفال لوقايتهم من مرض شلل الأطفال. برعاية وزير الصحة العامة والسكان الأستاذ الدكتور قاسم بحيبح ومعالي أي سعادة الأستاذ نبيل عبد الشمسان، ندشن اليوم الحملة الوطنية الطارئة لحملة شلل الأطفال. هذا المرض الذي أصبح اليوم من الأمراض الفتاكة بأطفالنا، والذي يجب علينا أن نكون يقظين جميعا. نحن نستهدف 336 طفل من دون الخمس سنوات. لدينا فرق، هذه الفرق تتكون من 1512 شخص ما بين متحرك وثابت. لدي أيضا معانا أيضا فرق مساعدة، هذه الفرق الإشرافية المساعدة للفرق، وتكونت من 397 و 397 سيارة. دشن في محافظة تعز حملة ضد شلل الأطفال الذي ظهر أقليا في هذه الفترة بشكل قليل. نعيم خالد لقناة عدن الفضائية تعز. أما في حضرموت، دشن وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال، والتي تستهدف أكثر من 84 ألف طفل. وأكد العامري أهمية تضافر الجهود المجتمعية مع فرق التحصين بما يكفل القضاء على هذا المرض وحماية الأطفال منه، داعيا أولياء الأمور إلى تحصين أطفالهم. من جانبه، أوضح مدير عام مكتب الصحة الدكتور هاني العمودي بأن الحملة ستنفذ بواسطة زيارة الفرق لكل بيت. اليوم في مدينة شبام تم تدشين حملة التحصين للأطفال ضد الأمراض الشلل والأمراض الطفولة الست من قبلنا والسلطة المحلية في شبام، وكذلك مدير عام الصحة بالوادي والصحراء، وهي الحملات التي تأتي تباعا بهدف تحصين الأطفال ضد أمراض الطفولة، ونسب عالية في المستهدفين تتحقق دائما، وهي طبعا بفضل المجتمع الواعي وكذا مشاركة كل المنابر في توعية الناس لأهمية التحصين في وقاية الأطفال من الأمراض الطفولة. هذه الحملة تستهدف على مستوى الجمهورية 12 محافظة، 120 مديرية، ما يزيد عن 1,290,000 طفلا وطفلة ما دون الخامسة. ندعو جميع الأباء والأمهات إلى تحصين أطفالهم من هذا المرض الخطير والقاتل، فهذا المرض بدأ بالانتشار في مناطق سيطرة الحوثي، ونحن نخشى أن يصل إلى مناطقنا وأن يصيب أطفالنا بعد أن ظهرت حالات في عام 2022، ولكن والحمد لله تم السيطرة عليها ونخشى من عودتها. ولذلك نقوم نحن في وزارة الصحة العامة والسكان بتنفيذ حملات احترازية للوقاية من هذا المرض الخطير والقاتل. هذه الحملة تستهدف 84,450 طفل أقل من خمس سنوات، سيتم العمل من خلال 462 فريق متحرك وعشرة فرق ثابتة. طبعا دواعي تدشين هذه الحملة هو تطعيم الأطفال أقل من خمس سنوات احترازيا، نظرا لتدني التغطية بالتطعيم الروتيني العام بشكل عام، حيث لا زالت التغطية في وادي حضرموت تراوح بين 82%، وأيضا هناك حالات
من الشلل المتحور في المحافظات المجاورة لنا، وخوفا من هذا وذاك يتم ترشين هذه الحملة. ونحن في هذه العجالة ندعو الأخوان المواطنين بأن يفتحوا بيوتهم للفرق الزائرة. تستهدف أكثر من 90,000 طفل وطفلة دون الخامسة من العمر. دشنا وكيل محافظة مأرب عبدالله الباكري ومعه مدير عام الصحة والسكان الدكتور أحمد العبادي الحملة الوطنية الطارئة للتحصين ضد شلل الأطفال في مشفى الشهيد محمد هايل للأمومة والطفولة. التفاصيل في التقرير التالي مع مراسلنا محمد الجداسي. دشنا وكيل محافظة مأرب عبدالله الباكري ومعه مدير عام الصحة والسكان الدكتور أحمد العبادي في مستشفى الشهيد محمد هائل للأمومة والطفولة حملة التحصين الطارئة ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان بدعم من منظمة الصحة العالمية واليونسيف. أكد الباكري والعبادي أهمية هذه الحملة لحماية الأطفال من مخاطر الإصابة بمرض شلل الأطفال وتحصينهم من الأمراض القاتلة. بسم الله الرحمن الرحيم. نيابة عن اللواء سلطان بن علي العرادة محافظ المحافظة عضو المجلس الرئاسي القيادي، تشرفنا اليوم بتدشين الحملة الوطنية لشلل الأطفال، وهنا نشكر الأخوة في وزارة الصحة ومكتب الصحة في محافظة مأرب الإعداد والترتيب الجيد لنجاح هذه الحملة التي تستمر 3 أيام. طبعا المستهدفين أكثر من 93,000، والحملة تضم أكثر من 1,000 فني ومساعد. نشكر جودهم، ونتمنى من الأخوة في السلطات المحلية في المديريات والأخوة المواطنين والمجتمع بشكل عام أن يتعاونوا في نجاح هذه الحملة الوطنية لشلل الأطفال. شكرا لحضوركم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم ندشن حملة شلل الأطفال، الحملة التي تستهدف 93,800 طفل، وهي من بيت إلى بيت ومن منزل إلى منزل. نحن قمنا بالإعداد لهذه الحملة من وقت مبكر في قضية التخطيط والتجهيز وكذلك التدريب والإعداد، وبعدها تم تجهيز كل الفرق بجميع المستلزمات والاحتياجات مع كل ما يحتاجه الفرق والمديريات. وبعد ذلك نحن اليوم بعد هذا كله ندشن هذه الحملة التي تستهدف 86,000 بيت و 93,800 طفل. عدد الفرق التي تشارك والكادر الإشرافي والكادر الفني لهذه الحملة 1,300 كادر. عدد سيارات النقل ووسائل النقل 108 وسيلة. ومن هذا المنطلق نحن ندعو كل الآباء والأمهات بمساعدة فرقنا ومساعدتهم لتطعيم أطفالهم وفلذات أكبادهم من ذلك المرض الذي يسبب إعاقة دائمة وقد يسبب إلى الوفاة ويصبح مشكلة على المجتمع ويظل مشكلة على الأسرة وكذلك على الأب والأم. الحرص على نجاح حملة التحصين مسؤولية وطنية ومجتمعية حفاظا على صحة الأطفال من الأمراض القاتلة. لقناة عدن الفضائية محمد القداسي محافظة مأرب. دشن مدير عام مديرية أحور بمحافظة أبيان أحمد مهدي الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال في جميع المناطق المتفرقة بالمديرية التي تستهدف أكثر من 66,000 طفل وطفلة دون الخامسة، ويشارك في تنفيذ الحملة التي سوف تستمر لمدة 3 أيام نحو 34 فريق متحرك و12 فريق ثابت و16 مشرفا. ودعا مدير عام المديرية الأهالي إلى تطعيم أطفالهم للوقاية من الإصابة بهذا المرض الفتاك. دشن محافظ محافظة أبيان اللواء الركن أبو بكر حسين سالم المخيم الطبي لعمليات إزالة المياه البيضاء بمشفى زنجبار بدعم من الهلال الأحمر التركي وتنفيذ الهلال الأحمر اليمني وبالشراكة مع مستشفى رؤيا لطب وجراحة العيون والشبكية، حيث تم معاينة 300 حالة في يومه الأول، وتم تحديد 100 عملية سوف يتم إجراءها ابتداء من 26 إلى 27 من فبراير الحالي. وخلال التدشين اطلع المحافظ على سير عملية الفحوصات الأولية لمعاينات الحالات والتقى بالجراحين المختصين، مشيدا بالجهود المبذولة في إقامة هذا المخيم
للتخفيف عن معاناة المواطنين تكاليف المستشفيات الخاصة، مثمنا جهود الهلال الأحمر التركي واليمني. تفقد محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي سير العمل الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية لمشروع خور المكلا، والتي تشمل أعمال صبة الجدران الساندة والخوازيق لجسر المشاة واستمع بن ماضي ومعه الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة صالح العمقي من مدير عام مكتب وزارة الأشغال المهندس صالح العمري ومدير عام مجموعة العمودي للمقاولات شفيق العمودي إلى أعمال الحفر الجارية للقناة المائية، مطلعا على سير العمل في إنشاء قناتين مائيتين متفرعتين، الأولى بالارتباط مع المرحلة الأولى والأخرى ترتبط إلى منطقة جسر الكتاب. ويتكون المشروع من جسرين، الأول الجسر الصيني بطول 165 متر والآخر جسر المنورة بطول 70 متر، كما يشمل المشروع إنشاء مواقف للسيارات ومساحات للمتنفسات. بحث محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر مع المنسق الميداني لمنظمة التكافل الدولية الفرنسية بالساحل السيد باول سوا آفاق توسيع المنظمة لتدخلاتها الإنسانية في المحافظة في ظل الاحتياجات الكبيرة والمتزايدة وانخفاض التدخلات للمنظمات الأممية. وخلال الاجتماع ثمن المحافظ الدور الإنساني للمنظمة وأنشطتها في المحافظة في مجالات المياه والمساعدات النقدية للأسر النازحة، مؤكدا أن السلطة المحلية ستقدم كافة التسهيلات للمنظمات لخدمة الوضع الإنساني للنازحين والمجتمع المضيف على حد سواء وتخفيف معاناتهم وتلبية ولو جزء من احتياجاتهم الملحة. كما جرى بحث تعزيز وتوسيع جوانب الشراكة الإنسانية بين السلطة المحلية والمنظمة خلال العام الحالي في تنفيذ البرامج والأنشطة التي تخدم النازحين وتساهم في تخفيف معاناتهم. دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري افتتاح معرض الشهر الكريم الذي تنفذه المؤسسة الاقتصادية فرع سيئون بالتنسيق مع مكتب الصناعة والغرفة التجارية بالوادي والصحراء. واستمع العامري ومعه قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طميس من مدير فرع المؤسسة الاقتصادية محمد الحبشي أن المعرض تشارك فيه 5 شركات ومؤسسات تجارية ستعرض منتجات من المواد الاستهلاكية بأسعار مناسبة حتى نهاية شهر شعبان الجاري. وأشاد العامري بحرص المؤسسة الاقتصادية في توفير الاحتياجات الرئيسية للمواطنين بأسعار مناسبة مع قدوم شهر رمضان المبارك في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكدا حرص السلطة المحلية على استمرار مثل هذه المعارض. من جانبه أوضح مدير فرع المؤسسة أن تدشين المعرض بأسعار مخفضة يأتي ضمن اهتمامات قيادة المؤسسة لتقديم المواد الأساسية وبأسعار مخفضة، كما سيكون مركز سيئون معرض دائم لبيع المواد الغذائية والاستهلاكية بأسعار مناسبة. دشن مدير عام مكتب الصحة بمحافظة لحج الدكتور خالد جابر ومعه مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية صائب عبد العزيز ومدير عام مديرية توبن هود باغازي مشروع عمليات إزالة المياه البيضاء الذي يموله الهلال الأحمر التركي وتنفذه جمعية الهلال الأحمر اليمني بالتعاون مع مستوصف الدكتور علي علوي لطب وجراحة العيون. وخلال التدشين أكد أمين عام جمعية الهلال الأحمر اليمني بلحج فواز العقربي أن هدف المشروع هو تقديم خدمات العلاج المجاني لمرضى العيون من خلال عمليات إزالة المياه البيضاء، موضحا أنه تم خلال اليوم الأول معاينة 276 حالة من مختلف المديريات، كما تم تحويل 109 حالات منها لإجراء العملية الجراحية.
من جانبه أشاد مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة على أهمية المشروع في ظل الظروف التي يعيشها المواطن، مشيرا إلى أن مكتب الصحة يسعى جاهدا لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين. ناقش المكتب التنفيذي بمديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماعه برئاسة مدير عام المديرية أحمد الداوودي، ناقش التقرير السنوي للمنطقة الثالثة بالمؤسسة العامة للكهرباء خلال العام الماضي 2023. وفي الاجتماع استعرض مدير المنطقة الثالثة للكهرباء المهندس ماجد المنصوري تقرير المنطقة لمشاريع التحسينات وأعمال الصيانة وإصلاح الأعطاب المنجزة خلال العام المنصرم. من جانبه أكد مدير عام المنصورة أحمد الداوودي أهمية تضافر الجهود لتحسين أداء المكاتب التنفيذية في تقديم الخدمات للمواطنين، وخرج الاجتماع بعدد من القرارات والتوصيات والتي تشمل تشكيل لجنة لمتابعة مشكلة توقف مشروع الرصف الحجري في بلوك 60 وبلوك 61، وكذا تكليف مكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية في إعداد دراسة لإعادة تأهيل حديقة الأسرة. كما أقر الاجتماع بالموافقة على رسالة مكتب التربية والتعليم بالمديرية بتغيير اسم روضة الشروق إلى روضة باصهيب، وكذا تكليف إدارة الكهرباء بالمنطقتين الثانية والثالثة برفع تقرير يشمل الاحتياجات المطلوبة لمواجهة الصيف القادم. نفذت السلطة المحلية بمديرية طور الباحة بمحافظة لحج حملة نزول رقابية على المحلات التجارية والمخابز والأفران. وأكد مدير عام مديرية طور الباحة عفيف الجعفري أن الحملة تتضمن التفتيش على صلاحية المواد الاستهلاكية ومعاينة أماكن التخزين ومدى التزام التجار بالتخزين السليم طبقا للمواصفات والمقاييس التي تضمن الحفاظ على المنتجات وعدم بيعها في حال التلف وانتهاء صلاحيتها. كما شملت الحملة المطاعم والأفران لمعاينة أوزان الرغيف والروتي وغيرها من المعجنات. وأشار الجعفري أن اللجان الرقابية عثروا على مواد استهلاكية منتهية الصلاحية في بعض المحلات التجارية وتم تحريزها تمهيدا لإحراقها بعد استكمال الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الخصوص. أما في ختام هذه النشرة أترككم في رعاية الله، دمتم ودام الوطن بخير، إلى اللقاء.